مسج كان اي هاف انرجي درينك. اوه انرجي درينك ابشر يا غالي، هذا انرجي درينك. اوكي الرجال خلص الظاهر وانا لسه جايب له انرجي درينك. اوكي تفضل يا مدير. يا الحبيب الكيبورد تحت يا الغالي، وش في متحمس بزياده ذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الرابعة اشلي 248، الحلقة الرابعة من كافيه سيميليتر. والله يا جماعة صدمتني الفلوس، ما ادري وش سويت انا وش خبصت في الحلقة الأخيرة صراحة، وضعي جدا صعب. الحلو في الموضوع ان موجود الثلاجة اكل، ما اعرف الزبدة اني كل يوم اصحى احصل فيه اكل في الثلاجة، من يجيب بعد الله اعلم. اول شيء في البداية لا تنسون اللايك يا جماعة والكومنت، والله ضروري الكومنت يجيب السعادة. الكومنت الكومنت يعني هو التفاعل حاليا بيني وبينكم، من بعد البثوث وقفتها كذا يعني المقاطع ما يحتاج تنظيف. يا جماعة الخير اليوم ما يحتاج تنظيف، في شيء غلط، والله في شيء غلط. الساعة كم؟ الساعة 9 الصباح اليوم ما في تنظيف أبن. الله يسعدكم يا شيخ. لا في واحد مضبطني، أقوم اصحى احصل اكل في الثلاجه، واجي المحل احصل واحد منظف. لا 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 ظاهر اني عرست انا ما ادري شخصيتي عرست تزوجت وفي واحد. يا حياكم الله، يا هلا وسهلا يا مرحبا. اخر شيء ايش سوينا يا جماعه الخير؟ اشترينا الطاولات هذه وركبنا المكيفات وضبطنا الكونسل. الكونسل اتذكر ما جاب لي غير 200 او 300، ما شاء الله 1 2 3 4 5. هذا يلعب نيد فور سبيد وهذه تلعب نيد فور سبيد. اول شيء الاغراض اللي برا في شاشه 1100 تشيز ال اي دي، عفوا 1200 سعرها، 1200. على فكره المروحه الصغيره هذه اللي قبل شوي، يعني المفروض انا غرفه كامله مركب مكيف بس عشان جهاز واحد كونسل، كان المفروض اجيب هذه المروحه الصغيره وتجلس تهويه يعني سعر رخيص توفير. ايش كان اسمها اللي قبل شوي؟ خلينا نشوف سعرها هنا، خلينا نشيك على الحراره قبل لا ننسى موضوع الحراره هنا. شوف هنا هوت، رغم اني مركب مكيف يا جماعه احس ان موقع المكيف غلط، خلينا نغير موقع المكيف ونخليه وجهه كذا. والله لا يثلج، والله مستمتعين هالكونس ضبطناهم صراحه. خلينا نرمي هذا هنا، احد طلب شيء ولا شيء؟ ما حد جالس على البي سي يا جماعه، كلهم اركيد، كلهم اركيد. في جهاز اركيد هنا انسرق فودي اجيب مكان واحد، مكان واحد. بدينا نكلج على بدايه المقطع كالعاده، وبنفس الوقت لازم نجيب كرسي لللابتوب. هذا انا ما ركبت حتى اللابتوب. وات يا جماعه عندي لابتوب هنا، والله انه يفكك من صدعة الرأس، ما يحتاج تشتري الاغراض ماوس كيبورد وذا، بس جيب كرسي وطاولة. كرسي ما عندي كرسي زايد منه ونجيب لنا بي سي ثاني، لكن حاليا ما في فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس. نجيب لنا جهاز اركيد قبل ما انسى، اهم شيء جهاز اركيد ثاني، لان صراحة ماشي السوق 100 100. خلنا نشتري ابو نجمتين، بس هذا نفسه عندي كثير. خلنا نشتري هذا ونجيب لنا كرسي لللابتوب، نجيب له بلاستيك اللابتوب لا ما ينفع، نجيب له هذا، هذا كويس شكله جميل. الطاولة الجديدة اتوقع ان ما عندي كرسي لها، والله في فقر يا جماعة، لازم اكثر اركيد يا اخي. بجيب لي جهاز اركيد بالالف اللي معي، 1500 1500 1500. خلنا نشيك على الفواتير لما نجمع فلوس. كان اي هاف انرجي درينك، اوه انرجي درينك ابشر يا غالي، هذا انرجي درينك. اوكي الرجال خلص الظاهر وانا لسه جايب له انرجي درينك. اوكي تفضل يا مدير. يا الحبيب الكيبورد تحت يا الغالي، وش في متحمس بزياده ذا؟ يا هلا والله، حياكم الله حياكم الله. في اغراض وصلت، في اغراض وصلت، خلينا نفتحها هنا. هذا الكرسي لللابتوب كان يمدينا نستغل اشخاص كثيرين. والله الكراسي هذه حلوه يا جماعه، كراسي الجيمنج تحسها ماخذه مساحه كبيره، شكلي بثبت على هذيك مع ان كراسي الجيمنج يعني شكل رهيب. خوفي اقربها اكثر واجيب العيد، كويس وفرنا مساحه. هذه كذا مناسبه عجبتني، جيم ار تي اف لو نثبت عليها. انا اتوقع ان هذه تجيب لي يعني سعاده اكثر. تعال صح الريموت حق المكيف ما زال هوت يا جماعه، ليه؟ عشان شوف هنا كولد، يعني هي جالسه هنا هوت، والله مشكله علينا يا اخي. خلينا نجيب المكيف الثاني نحطه هنا، يمكن الغرفه هذه تحتاج مكيفين، لاني اتذكر هالمكان كان كويس بدون مكيف. المهم قبل لا ننسى خلينا نطلب لنا جهاز اركيد كذا محترم اللي نبيه. مثلا هذا شكله كويس ب 2799، ما شاء الله تبارك الله. معليش يا جماعه هذا يلعب ايش؟ ليكون مختفي الاركيد. يا الحبيب ايش جالس تلعب؟ طقطق علي انت.
اوه ايش سويت انا؟ حلل المساحة يا ولد. انا اجيب واحد زيادة. ذا 99 اب. ثلاثة هنا وخل ثلاثة هنا. ما شاء الله الفلوس تمشي تمشي يا جماعة الخير، الفلوس تمشي ولازم نستغلها، لازم نستثمرها سريع سريع عشان ينجح المحل سريع. I do not suggest. ليه يا اخي كلهم؟ فيري هوت تقايم، لازم مهمة نشيك عليها كل شوي. والجماعة ايش تكون؟ هذا ايش يسوي هنا؟ اما من متى عندي ذا؟ يا اخي احس اني بجيب العيد يا جماعة، والله احس اني بجيب العيد. هلا والله. والله دبسته صح. يا سلام، حللت المصاحة صح. واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبع، سبعة اركيد. اوه الحر الظاهر هنا لان الشعب كله. لازم اثلجهم. لا والله 24 حاط لهم مكيفين. كيف ابيض ومكيف اسود. هنا الحرارة كويسة 24. هنا هوت، هذا راعي البلاي ستيشن الظاهر اللي قال لي هوت. بركب له حسبي الله عليه. ايش نسوي يا جماعة؟ بالله علموني ايش نسوي مع هذا؟ يمكن المروحة تفيد اكثر. اتوقع ان المروحة راح تفيده اكثر. خلنا نرجع مكيف هذا هنا. يعني مروحة مع مكيف يكون أفضل من مكيفين ممكن. حلو، تعدلت درجة الحرارة يوم حطيت مروحة، يعني الوضع يحتاج صراحة مروحة هنا. كويس، ما في حرامي دخل ولا شيء، لازم إني أكون منتبه. أتوقع البودي جارد هذا خلاص يمنع الحرامية إنهم يدخلون، ولا وش فائدته إذا ما ذا؟ تكون أفضل من ثلاثة؟ يعني أنا ما في فائدة إذا ما شاء الله 8000 يا ولد فلوسي. خلنا نشتري جهاز محترم، بي سي محترم ثاني. أول شيء عندنا كمبيوتر كيس. طيب هذا 3.5 تقييمه كويس. طيب السيلينج فان نطلب واحد عشان نركبه هنا لاني سحبت واحده. والتشير نطلب تشير، هذا عجبني برضه. والفان ما يحتاج، هذا ما يحتاج. سماعه خلي السماعات بعدين، ولا نطلب واحد اثنين، ما يمدي الا واحده بس. طيب خلي السماعات بعدين. نكمل ماوس، ماوس مهم. هذا الماوس كويس متوسط. المونيتر عجبني، في مونيتر قبل شوي نسيت اسمه، ايش كان اسمه؟ ايش كان هذا؟ هو هذا الصراحة عجبني كذا، حجمه كويس. الطاولة هذه عجبتني اذا ما خاب ظني، كانت هذه. البوستر، والله بوسترات يبين لنا نضيف لنا بوستر كذا جيمر. هذه بوسترات كويسة. هذه شوف ثلاثة صارت تقايم الحين، ثلاثة فوق كويس، يعني رجعنا شوي نعدل الأوضاع. خلنا نشوف في شيء وصل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، والله شغل حار. هذه الطاولة الجديدة وصلت. نحل المكان هذا ولا بيكون مساعد على طريقنا له؟ الأركيد هذا صراحة يحل مشاكل كلها. هذا بوستر أجا، خله يكون هنا يمدي، ولا بيخرب التلفزيون. يلا ماله ماله. إيش باقي؟ وهذا انا توقعت شيء كبير كذا بيطلع. هذا الماوس ما شاء الله ما مداني اركب البي سي الا ورجعت الفلوس اللي دفعتها فيه. والله الشغل ماشي زي الحلاوه يا جماعه الخير. شوف من كثر كراتين صاروا يرمون الكرتون هناك بعيد. هذا ايش؟ هذا البي سي. وهذه الشاشه الجديده نفس، ليش صارت طويله هذه؟ اي ايش هذه؟ اهم شيء انها ضابطه ضابطه. اوكي هذه جيم ار تي اف اتش كيو يا ولد. يا اخي اللعبة هذه فيها ان يا جماعة الخير، والله نفس الشاشة ونفس السعر ونفس كل شيء. RTF RQ شوفوا ها، خلنا نشيك بالله، خلنا نشيك. فسر لي. RTF RQ هذه، شوفون اي واحدة ثانية RTF RQ ما في، حتى لو نروح للتي في RTF ما في. والله اللعبة غريبة يا اخي، ايش الطاولة ايش الشاشة هذه اللي شكلها غريب يا ولد. طيب هذا الكرسي الجديد وصل يا جماعة الخير، جميل جدا. باقي ايش؟ باقي كيبورد بس. الكيبورد نسيت، والله اني نسيت اطلب، انا عارف لازم انسى شيء. هذا البوستر اني لسه ما وصلت للمكان هذاك. وهذا الفان الجديد للمكان هذا. صراحة الفان ما اعرف هنا كيف الحرارة. 26 هنا، 26 هنا، 26 ادري، احس 26 كويسة. هنا 24، يبين لنا مكيفات ما يبين لنا مراوح المروحة، لان البي سيات هنا اكثر، فممكن مع البي سي الجديد تزيد الحرارة. فخلنا نركب المروحة هنا.
يا هوملس توكل على الله، انا شايفك ترى من اول ما جيت المحل وانت هنا. طيب كم الساعة الحين؟ الساعة 23. خلاص المحل سكر اوريدي، فخلنا نروح ننام ونرجع ونشوف ايش الستور عندهم يبيعون من الاغراض ونستفيد منها. طيب طفينا المنبه يا جماعة الخير، ونسينا ما ناكل، نسينا ما ناكل، خلنا نروح الثلاجة اللي ما ادري من جالس يجيب لي اكل، وبعدها ننطلق الى اليوم الثاني من الدوام، نشوف السوق حاليا وش عنده عروض. شوف عنده عروض كرسي، راح اشتري الكرسي، شاشة LED، تلفزيون الظاهر، ايش هذا لو ب 300 يا رجال، ايش المسخرة هذه؟ بالله في احد يلعب لسه على البيسيات هذه؟ RB 400 راح اخذه، صدقوني هذا مرة قوي، 1650 راح اشتريه. 1650. حياكم الله حياكم الله، المحل مفتوح. الساعة كم؟ الساعة 9، مرت ساعة كالعادة وانا لسه ما فتحت المحل. ايه كويس. في مكان اوريدي. تشوفون هذا ايش كان اسمه؟ RB 400. خلنا نشوف الRB 400 هذا اللي شريناه بألف وشوي كم سعره؟ RB فرق 1000 بس. الله توقعت فرق 3000 وجلست هايط. المهم ما علينا. الطاولة هذه وش ناقصها؟ خلنا ننظف المكان يا اخي. ايش ذا؟ توني اقول في واحد ينظف وراي. ظاهر اذا ما نظفت ما جلست انظف التغايم يجيك تعبانة او ان فلوسهم تيجي اقل. ما شاء الله الدخل سريع سريع يا اخي. في واحد ما دفع، في واحد ما دفع. ظاهر انه في واحد ما دفع. وينه وين اللي ما دفع؟ البنت هذه اللي تمشي بسرعه شكلها. يا هو في صوت طنق كذا جاء، او انه حرامي. والله في انه في الموضوع، راحت علي. سمعت طنق، انا رحت مسكت العصا ما ادري وش السالفه وطلعت برا. يا ليل طنق بدون اي تنبيه، يعني ايش صار. طيب خلينا نضبط البي سي هذا، ماوس وكيبورد وكرسي وشاشه. ماوس وكيبورد وكرسي وشاشة. تنبيه جاني في البي سي، حسبي الله وانا رايح ماسك المكنسة والعصا وطالع. يو هاف نترس. هذا عشان هكرات ما هكرات. لان خلصت الحماية، خلنا نشتري حماية ب 320، وش هي 320؟ ثلاث ايام بعد. ويدي بلكر عشان ما يقروشني. اريد اشتري كرسي. الكرسي رخيص برا شفته راح اشتريه. كيبورد. طيب. هذا اتذكر فيه جلتش يكون نفس كذا داخل في الطاوله، فما عجبني صراحه. خلينا نتطور شوي نجيب ماوس كويس. انا كنت اشتري هذا ولا لا؟ والله كنت اشتري هذا، انا متطور من يومي. المهم المونيتر، مونيتر اتوقع في مونيتر عندي زياده، وان هذا اللي برا شفته يبيع مونيتر. طيب يا هو هذا البي سي الطويل الحين. في مواقع، في مواقع يدخلونها يا ولد. ايوه ايوه قم قم. هذا الحين بيعطوني فلوس ولا ما بيعطوني فلوس؟ فهموني يا الحبيب. ايش المدينه المنحرفه هذه يا ولد؟ انت وياه جايين تلعبون ولا قله حياه؟ كيبورد ماوس وكرسي. الكرسي قلنا بنشوفه برا. اي هذا هو. والله ما هو بعاجبني شكله. 700؟ لا والله ما شريتك يا رجال، بشتري واحد بألف وشي وشكله كويس. نفس هذا ما هو بعاجبني، حتى هذا ودي اغيره، اجيب نفس هذا حق المكاتب، شكله كويس وسعره كويس. قبل شوي هذاك ب 700 صح؟ شوفوا هذا، شوفوا هذا ب 1600، يعني فرق 1000. هذا الكيبورد شكله معكوس، ما حد شاف ما حد شاف. وهذا ماوس، انا مطلب شاشه ولا ايش؟ شكله مطلب شاشه. ما شفت شاشات هناك تنباع كويسة. الشاشة الموجودة هنا في السوق LED Q452. ثلاث نجوم. خلاص بشتريها بشتريها بشتريها. رضينا رضينا رضينا. بجيك 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 بجيك. ما شاء الله الفلوس يا جماعة، الفلوس والشعب صاروا مرة كثير. بجيك بجيك بجيك. الله وفرنا كثير، وثلاث نجوم تقريبا. الله شكلها كبير مرة، شكلها تلفزيون يا رجال. مش هذه عجبتني صغيرة كذا حق لعب. وهذا ما زال هوت، انا بشتري مكيفات وبفتك. وهنا هوت، انا دخلي كله من هالمكان، لازم اثلجهم والله. لا ثلج، بشتري مكيفين ذلحين.
لو يمديني اكثر بشتري اكثر. هذا وهذا، جيب لي مكيفات الله يرحم والدك، خلنا اركبها في كل مكان. وبعد شوي بركب المكيفات اللي توصلني وبرجع بطلب مكيفات ثانية، لان المكيفات اهم شيء، التكييف هنا اهم شيء. هذا الكرسي وصل وكذا البي سي جاهز، خلاص كذا عبينا المكان بسيات. لا والله قلنا راح نغير هالطاولة، بس بعد ما يخلص اليوم ان شاء الله راح ابيع هذه الطاولة السوداء وراح اطقم مع الطاولات هذه هذا المكان، احط واحدة هنا واحدة هنا ويكون الوضع مية مية. لو هذا بيسبب زحمة، ولا كنت بحط واحدة هنا بحل المكان، يمديني احل المكان اكثر واحط هنا وهنا، لكن تعرف الغرفة هذا خاصة فيني ما ودي يكون واحد جالس جنبي، ما لها داعي. هذا يبغى انرجي درينك، طيب ابشر انرجي درينك. ما عندي انرجي درينك. طيب خلنا نروح نشتري شغلات كثير عشان يسهل علينا بعدين نسوي اوردر، يعني نقول للطباخ سوي لنا مثلا 10 من هذا، ونرفع الاسعار نرفع الاسعار نرفع الاسعار. وش اللي اوصل لهم كل شوي يكون السعر رخيص؟ لا يا حبيبي ارفع الاسعار ارفع. خلاص اذا كفايه كويس، الحين بحصل اغراض كثير الظاهر، ولا بشوف لا انرجي درينك ولا بشوف شيء ثاني. خلينا نشيك على الرعيه وش جالسين يسوون. احد يبغى شيء مشروب، هذا يبغى برجر وجالس يتابع. يا اخي لو مفروض يخلوني بالمكنسة اقدر اصفقه، هي قهرني هذه. اوه اوه يا رجال، اصلا انا ودي ابيع الطاوله هذه اصلا عادي. خذ المنظر او الشيء الايجابي من الموضوع هذا، خلنا نطلب الطاوله ونروح نركب المكيفات اللي منتظرتني. هنا الطاولات، هذه الطاوله اللي بغيتها، وروح نطلب مكيفات جدد لان صراحه المكيفات ناقصين. نطلب هذه وهذه ونطلب مروحه زياده عشان نحل مشكلة التهوية هذه. هذه المكيفين وصلوني اكيد. نضبط المكان نضبط المكان. والله زحمة زحمة يا جماعة الخير، زحمة، الواحد ما يمديه يتحرك. خلاص هنا ضبط المكان 27. لا لا ما مش عاجبني 27 27 مش عاجبتني 27 مش عاجبتني ابدا. هذا ايش؟ هذا مكيف ثاني. يلا صار اثنين ابيض واثنين اسود، خذ لك يلا طقمنا. ونشوف نشيك على الحراره 27 هذه كم بتصير بعد شوي. المكيف الثاني خلنا، حياكم الله حياكم الله اخوي، خلنا ندخل الله يرحم والديك. طيب خله يكون هنا. هذا المكيف الثاني، هنا كم الحراره؟ هنا 26 وهناك كان 27، صار 22 مره كويس 22. وهذا وش صار عليه؟ 31 هوت. هذا وانا مركب له مروحة ومكيف، والله ما ادري وش اسوي له. طيب خلنا نشوف ايش هذا ايش هذا. اوه المروحة، المروحة قلت ابي اركبها في النص هنا. كذا كويس عشان الوضع مية مية. الحين اهم شيء لان دخلي دائما يكون من هناك، لازم نضبط التهوية وكل شيء. الغرفة الصغيرة هذه، هذه الطاولة الجديدة. انا ليش طلب الطاولة الجديدة؟ اي صح اي هي، والله مشوار معليش. واو دقينا 10000 يا جماعة الخير. خلنا نضبط المحل، يشوفون تعبي يعني، مفروض انه يوم يخلص الدوام اضبط هذه الشغلات، بس معليش يا زبايننا صراحة ما في وقت الواحد يضبط ويخدمكم ومدري ايش، يعني ما عندنا وقت. الجيمنج شير هذا راح اغيره، اخليه مطقم مع البقية كلهم، حتى هذا راح اغيره، بس موضوع شكل خله بعدين اخر شيء ما يهمنا موضوع التطقيم، لأن صراحة ما كنت أعرف في البداية وش الزين وش الشين وش يناسبني أكثر. أيوه هذا المكيف الجديد اللي راح إن شاء الله يحلنا مشكلة. مكيف أسود، ها يمكن هذا عشانها صالة كبيرة تحتاج 3 مكيفات الله أعلم، بس بما أن معنا فلوس بنطلب مكيفين، مش مكيف واحد، مكيفين. بركب واحد عندي واحد عند هذا. أنا برضو أحتاج مروحة تكون عندي لأن مدخل المحل، فاتوقع يهم. ايش رايكم ناخذنا كونسل ثاني؟ اتوقع هذا الوقت ان ناخذ لنا كونسل ثاني، نروح ناخذ لنا طاوله كونسل. الكرسي ما ادري انا ايش كنت حاطيه، هذا هذا صح، هذا للكونسل ثبتناه. وهذا الكونسل ما ادري نحط اكس بوكس ولا بلاي ستيشن، خله بلاي ستيشن.
انا صراحه احب البلاي ستيشن معليش يعني اهل السماعات اللي ما عنده سماعات راح نركب له سماعات عشان نضبط وضعهم، مع اني اشوفها تاخذ مكان في الطاوله قروشه، بس بنطلب لهم من هذه ومن هذه ومن هذه. ايه التلفزيون، التلفزيون نسيناه، هذا التلفزيون اتوقع هذا ابو 4000. اي والله انه ايش خلصت فلوسي. يلا سريع سريع الحين تديني 4000 قبل لا اطلع من شاشه الكمبيوتر. يلا يا البطله. في فواتير بنك كم هذه؟ 2000. اوه لو تذكرون في بدايه اللعبه يوم جينا اخذنا منهم 10000. والله ما ادري الى متى ياخذون 2000. يا ليل والله راح علي الكونسبت. والله اني بفتك من السلفيات كذا. ظهرنا الساعة 9 اشوف الناس كلهم طلعوا من المحل. اي والله الساعة 10 بنسكر المحل. في حرامي جاي. والله انا اليوم صراحة ناويها مشاكل. البودي جارد على الفاضي واقف. ودي اشوف البودي جارد كذا يتحرك يروح يصفقهم. هنا الاغراض قلنا ما نحتاج شيء منها. والله انجزنا صراحة الكثير انا اشوف اليوم. اتمنى المقطع نال اعجابكم، اكتبوا لي في الكومنت اي تعليقات اي شيء ودكم تشوفونه يا جماعة الخير، رايكم بالمقطع نقطة حطوا لي في الكومنت، اثبت لي وجودك يا عزيزي المشاهد. وشكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله على كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.